السلام على أحمد القصير ومحمد سعد وخليل الجرابي وسلام الحيدي ولولا عبود وعلي أبو الغضبان. السلام عليهم شهيدا شهيدا. السلام عليهم شهيدا شهيدا. قوميين شيوعيين رسميين حركيين مقاومة إسلامية، كل من مر في درب الجهاد من الجنوب إلى فلسطين. الشهداء كما المقاومة، كما سباق الماراثون الجماعي، الشهيد يسلم الراية إلى شهيد يسلم الراية إلى شهيد. يصل في نهاية السباق بنار واحد، لكن في لحظة التدمير يخرج كل المتساقين. هذه هي المقاومة. منذ عام 1942 وأول الشهداء هنا في أم القرى رئيس الجبل وصولا إلى آخر شهيد. هم كسبق الماراثون. نحن نميز في الأرض فنقول هذا شهيد أمل وذاك شهيد حزب السور القومي الاجتماعي وذلك شهيد حزب الله، لكنهم في السماء يجلسون عند الباري عز وجل في مقام واحد ودرجة واحدة. هناك لا يوجد بطاقة حزبية أو حركية، هناك اسم واحد ومرتبة واحدة ودرجة واحدة وشفاعة واحدة لشهيد واحد. واحد القدس عاصمة إسرائيل وما في شيء اسمه القدس الشرقية المرمية. اثنين، شقفة الفلسطينيين بنوديهم على الأردن، وشقفة الفلسطينيين بنوديهم على سيناء، وشقفة الفلسطينيين موجودين بلبنان، اللي بيحب يسافر لبرا بفل واللي بيحب يضل هون بده ياخذ هوية من درجة المجتمع. طيب يجي واحد بيقول لك أنا كلبناني شو بيعلي سكر مرمى؟ إجا وين؟ شو كان عم بيلاقي الصدر في بيروت والعربي مش عم راح؟ كان عم بيلاقي شي اخوان المسألتين؟ أول مسألة تبادل الأراضي مع إسرائيل. يعني هي الشكل اللي احنا مختلفين عليها مع إسرائيل من إلا هيدي لهيك. مقابلها بعطيها شكل صغير عند الأمور الإسلام. وهيدي هون برماش بدنا نحن منك هالكم متر تعطيكي يوم مقابلها بتعطيها شكل هون. تبادل الأراضي إذا كان متر ولا إذا كان مليون متر ربعها في البعض. مبدأ أول مبدأ. يعني هو ذاته الإسرائيلي اللي عملته للفلسطيني والمصري بتاعه بادله بسيناء، وللفلسطيني والأردني بتاعه بادله بالضفة، هو ذاته جاي عندنا يشيلنا الأفندي ساترفيل، تعالوا نعمل تبادل الأراضي. وبتعطونا للبر اللطيف والبحر. طيب المبدأ الثاني شو كان؟ كان مفاوضات مباشرة بين اللبنانيين والإسرائيليين حول الغاز. قالوا لنا خبر الشباب يمكن الحكي ما تسمعوه من غيري، أنا عندي جرأة. هذا ما نقل إلى الجانب اللبناني. يسجل أن الرئيس لينا استطاع مع سيد الخليل أن يفخخ كل الألغام الإسرائيلية قبل أن تصل إلينا. كان لبعضونات الطريق إلى الشركاء في الوطن ومن بعدهم إلى كل الأمم. والمطلوب أو بتفوت بصفقة القرن ونعطيك فلوس وإلى مجموعة العالم في 50 مليار ليرة بدها نوزعهم على كل الدول. أو بدها تنكسر وبدها تخلص. شو الحل؟ الحل لا هيدا ولا هيدا. لا تاخذ المال الحرام ولا ترتكب الحرام. الحل انك تبلش جديا بمحاربة الفساد، وان يكون عندنا كل شجاعة وكل جرأة نروح بموضوع التنقيب على الفساد الحقيقي. هو فساد الان الكبير، هو فساد الصفقات الكبيرة والكهرباء والدوش. والامر الثاني انه هالشقيق من الحكومه يخففوا سرقه، بيخافوا يقضوا شوي.
رحلة الإخراج من ظروف الإسلام الأهم بهذه وجود الأمل الوحيد هو يكون في قاضي يزيد حتى القاضي اليوم أحمد إنه هذا الحكم الذي سطره. بس إذا القاضي بده يعين الحرامي رح يطلع أنا والحجم على السرير. لا أحد يستطيع اليوم أن يقول أن الصورة في سوريا كانت ملتبسة ثورة وحرية ونظاما وقمعا. منذ البدء كانت مؤامرة واضحة المطلوب منها تحويل سوريا إلى دولة داعش. راح الأنور رئيس أسد بخطابات علنية بأنه خير دولة في دمشق وشقفي وطنس واللاذقية وطرقوس وحما وسيب لنا إمارة القنوون، إمارة القنوون كي تفصل البلاد عن سوريا، فيتم الإطباق على لبنان من كلا الجهتين. بتموز مثل هالأيام عمل الإسرائيلي حرب وبالعربي انشرح، كان ناطر مجموعات لبنانية وشفناهم في مجلس الوزراء كيف كانوا عم يتصرفوا وكيف كانوا عم يقبلوا تنظيم الرئيس. كان مطلوب الإسرائيلي يعمل هجوم والمجموعات هاي اللبنانية تتحرك بالأرض ويتم الإطباق على المقاومة. فشل المشروع